مجددا قطاع الاتصالات إلى الواجهة. ب 31 كانون الثاني 2012 تنتهي عقود إدارة شركتي أوراسكوم وزين لشركتي ألفا وام تي سي. وزير الاتصالات نولة صحناوي بدأ وبحسب المعلومات مفاوضات مباشرة مع الشركتين لتجديد عقود التشغيل، الأمر الذي طرح تساؤلات لدى البعض، ولكن هذا لا يعني حكما أن القرار اتخذ بالتجديد حسب صحناوي الذي تحدث عن احتمالات وخيارات متعددة. وكل الخيارات مفتوحة، فينا نجدد للمشغلين اثنين الشركتين اللي ذكرتيهم لعقد جديد، لنقول لسنة مثل ما كان عندهم سنة، وفي خيار تاني انه نجدد لمرحلة صغيرة لنعمل مناقصات جديد، وفي خيار ثالث انه دولة ترجع تسترد هدول الشركتين وتديرهم هي. بنص المفاوضات ما حنعبر عن الخيار اللي نحن اقرب له، لانه بتضعف حظوظنا انه ناخذ الماكسيموم من الكل. نحن هلا بمفاوضات معهم، لانه اذا مش هالشروط عكن حال هذا الخيار ما بيعود على الطاوله. العام الماضي وقع الوزير شرب النحاس على تجديد العقود مده سنه بدل ثلاثه اشهر دون اي تعديل او تغيير في البنود، ذلك ان الحكومه كانت تصرف اعمال، وبقيت العقود بنفس الشروط الماليه السابقه بحيث تجني الشركتان ارباح طائله. وعليه الواقع بالأرقام يشير إلى نسبة أرباح كبيرة جدا للشركتين، إذ وبعدما كان ربح شركة زين المشغلة لأم تي سي 27.1 مليون دولار 2010 وأوراسكوم 15 مليون دولار، صرح الوزير صحناوي منذ مدة أن أرباح الشركتين تصل إلى 80 مليون دولار عام 2011، وعاد وصوب اليوم قائلا إن الأرباح 50 مليون دولار لعام 2011، وهذا أيضا يعتبر كثير جدا. من هنا يسأل البعض، لماذا لا تلجأ وزارة الاتصالات إلى مناقصات تأتي بشركات تتقاضى أرباح أقل لخدمة أفضل؟ حضرتك بحال أخذت خيار التجديد رح يكون نفس المواصفات ولا في تعديل بأي بنود؟ حتما لا، هذا شيء عم نشتغل عليه عاكن حال نحن لنغير على العقود ليصير في طلاقة أكبر بين مصلحة الدولة ومصلحة المشغلين. وبالنسبة للأرباح اللي عم بيعملوها بوافق 100% أنه الأرباح كتير زايدة عن اللزوم. نحن منعتبر أنه لازم يكون تقريبا 2% من التيرن اوفر، يعني هو ستاندارد الدولي. اليوم عم بيكون اكثر، عم بيكون بال 4.5%، فبالحالتين يعني عم بقول لك ان رحنا تجديد او رحنا مناقصه بدنا نحط شروط قاسيه تا نرتاح انه واحد المشغل ما عم بياخذ اكثر من ما لازم ياخذ، واثنين انه عم بيعطي قيمة مضافة للقطاع وللدولة بالمستوى اللي مطلوب منه كمشغل دولي. وإذا لم توافق الشركتان على التعديل سيكون الاتجاه نحو المناقصات حسب صحناوي نهاية الشهر، الأمر الذي سيضطر الدولة إلى التمديد للشركتين لمدة معينة لإجراء اللازم.